مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. بكرة إن شاء الله أول يوم صيام في شهر رمضان الكريم، في ظل ظروف صعبة العالم كله الحقيقة بيعاني منها، وهي ظروف فيروس كورونا المستجد. نتمنى خلال هذا الشهر إن شاء الله يكون في توصل لحل لهذه الأزمة، سواء لقاح أو مصل أو علاج أو دواء، خاصة أن العالم كله دلوقتي بيشتغل على الوصول للقاح. النتائج حتى الآن مبشرة لكن هتاخد وقت أكتر، ونتمنى بالدعاء وبالالتزام بالإجراءات اللي أعلنت عنها الحكومة المصرية وحظر التجوال وإغلاق المراكز التجارية، نلتزم بها خلال الفترة اللي جاية، ويكون في إن شاء الله انخفاض في نسبة الإصابات والوفيات وفي سيطرة على المرض أكتر. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، ورمضان كريم عليكم. والنهاردة بمناسبة فيروس كورونا وبمناسبة من سيزرع المليون، هتكلم في ملف مهم جدا، وهو ملف الصادرات الزراعية وعلاقتها بالزراعة العضوية والسماد الحيوي في ظل فيروس كورونا المستجد، مع الدكتور هشام صلاح المدير التجاري لشركه رويال جرين تكنولوجي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك استاذ شعبان. دكتور هشام صلاح، اصلا يعني حضرتك من الناس اللي فاهمه في ملف الصادرات الزراعيه والتصدير وقطاع الصادرات، عاوزين نعرف من حضرتك يعني ازاي ممكن الزراعه العضويه تسهم في دعم الصادرات المصريه في الفتره دي بالذات اللي العالم كله بيعاني منها وبيعاني من ازمه حقيقيه في يعني تعليق حركة الموانئ وتعليق حركة الطيران، صادرات في معوقات كتير بتواجه المصدرين، فإحنا إزاي ممكن الزراعة العضوية في الفترة دي بتدعم موقفنا وبتدعم الصادرات الزراعية خلال هذه الفترة؟ تمام. الأول كل سنة حضرتك طيب، وكل سنة والمصريين كلهم بخير، والأمة الإسلامية والأمة العربية بمناسبة شهر رمضان الكريم اللي هو إن شاء الله أول يوم بكرة، فكل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله رمضان كريم ويعود علينا الأيام بخير إن شاء الله. بالنسبة لموضوع التصدير والحصيلات الزراعية في ظل الأزمة اللي احنا فيها ديت، في ظل فيروس كورونا وإن في دلوقتي في أغلب الدول دلوقتي عندها مشاكل كتير جدا في موضوع التصدير حصيلات الزراعية، الحمد لله بفضل الله يعني رب ضارة نافعة زي ما بيقولوا، جت عندنا بفايدة كويسة جدا. عندنا دلوقتي التصدير رجع زي الأول وأكتر، عندنا ما شاء الله دلوقتي وصلنا 1,060,000 طن برتقان، احنا الدولة رقم واحد دلوقتي، كانت أسبانيا الأول، احنا بقينا الدولة رقم واحد دلوقتي، احنا تصدرنا العالم في تصدير الموالح في الموالح. إن شاء الله نتعشى من البصل المصري يوصل يعدي 1,000,000 طن، احنا السنة اللي فاتت كنا 650,000 طن أو 670,000 طن، نتعشى من عدي 1,000,000 طن. دلوقتي طن البصل عدى 5,000 جنيه، وإن شاء الله يوصل 6,000 جنيه للطن. عندنا برضو الثوم المصري كان بيوصل في بداية شغله 12,000 13,000، دلوقتي 25,000 جنيه تمن الطن الثوم المصري. طبعا كان في دول بتنافسنا، في الدول دي مش بتصدر دلوقتي، علينا طلب كبير جدا في الحصيلات الزراعية المصرية، ده وان شاء الله ديت بادرة خير. يعني حضرتك شايف ان فيروس كورونا له تاثيرات ايجابيه على الصادرات الزراعيه المصريه رغم المعوقات اللي بتواجه المصدرين في عمليه التصدير، يعني من ناحيه اللوجستيه اكتر؟ بالظبط، يعني عندنا في مصر دلوقتي ثقه الناس في المنتج المصري عن الاول، دلوقتي الكويت والدول العربيه اغلب الدول العربيه رفعوا الحظر ورفعوا الاجراءات المشدده، الاجراءات اللي لا مش مشدده، هو كل واحد يعني الشهاده النباتيه والحاجات دي بالظبط، ثقه في المسؤولين عندنا هنا في مصر ان احنا ماشيين بالمعايير اللي هي الدوليه، سواء جلوبال جاب او ايزو، هيئه سلامه الغذاء المصريه شايفه شغلها كويس جدا، بدليل ان احنا الحمد لله منتجاتنا دلوقتي بدات تدخل في دول احنا ما كناش بنروحها قبل كده، يعني البرتغال يعني او ممكن تكون تصديرنا ليها ما كانش بكميات كبيره، يعني زي استراليا. يا حضرتك كمان دخلنا اسواق جديده في الفتره دي. دخلنا اسواق جديده جدا، ما دخلناش خالص قبل كده السوق المصري. في سؤال مهم جدا هنا، يعني هل حضرتك شايف ان احنا بنصدر كميات كبيره جدا حاليا، هل ده ممكن يكون له تاثير بعد كده في ان احنا بنفرغ السوق المحلي من الثوم ومن البصل ومن البرتقال ومن الحاجات دي، الحاجات اللي ممكن نحتاجها خلال الفتره اللي جايه في ظل ان الفيروس لسه مش عارفين ممكن ينتهي امتى او الازمه دي تنتهي امتى، ممكن ده ياثر
علينا بعد كده في فترة من الفترات وبيسبب في ارتفاع الأسعار؟ هو طبعا السوق عرض وطلب زي ما بيقولوا، والفلاح والمزارع بقاله سنين مظلوم، يعني مهضوم حقه زي ما بيقولوا يعني. فجات له الفرصة ان طبعا احنا مش عاوزين ان احنا طبعا ان احنا نغالي على السوق المحلي المصري يعني، لكن طبعا المسؤولين من الناحية الإحصائية يقدروا يوازنوا ما بين السوق الخارجي وما بين السوق المحلي. زي في بعض الأوقات احنا مالنا تصدير الرز، يعني احنا طالبين المفروض يبقى فيه برضو خطة مستقبلية في الموضوع، يبقى بنعرف الاستهلاك السوق المحلي بيستهلك كام ألف طن، والسوق الخارجي ايه الفائض عندنا ان احنا نصدره، بحيث ان ما يبقاش فيه هزة كبيرة في الأسواق. واحنا عارفين ان الأسرة المصرية بتعاني جدا في موضوع الناحية المادية وعليها ضغوط كتير، فاحنا مش عاوزين يعني ايه نزود حمل على حملهم يعني. يعني نعمل دراسه كده، دراسه بالاحتياجات وفي نفس وفي نفس الوقت نصدر وندخل عمله صعبه للدوله، وكمان اللي بيزرع ده او المستثمر ده لازم يكسب يستفيد. طب احنا في سؤال مهم، هو الزراعه العضويه وعلاقتها بفيروس كورونا. لكن قبل ما حضرتك تجاوبنا على السؤال ده، احنا معانا الدكتور محمد فتحي سالم، استاذ الزراعه الحيويه بجامعه المنوفيه. دكتور محمد اهلا بيك يا شعبان بيه، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. جدا انت وفريق العمل ودكتور هشام بيه طلال، ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك يا دكتور محمد، منور الحلقه. دكتور محمد. ايوه حبيبي اتفضل. احنا بنتكلم في حاجه مهمه جدا، وهي ملف الصادرات الزراعيه وعلاقتها بالزراعه العضويه، خاصه ان في زياده في الطلب على المنتج المصري خلال الفتره اللي فاتت، الايام اللي فاتت، يعني بسبب جوده المنتج. عاوز اعرف من حضرتك ازاي ممكن الزراعه العضويه تدعم الصادرات المصريه وتدعم الوضع المصري في الاسواق العالميه. انا عايز اكلمك يا شعبان، وانت تكلمني قدامي دراسه الاتحاد الاوروبي صدرها النهارده بسبب تداعيات فيروس كورونا على الزراعه في الاتحاد الاوروبي. ليك تعرف يا شعبان ان الاوروبيين 27 دوله اوروبيه بيستوردوا سلع زراعيه من خارج دول الاتحاد الاوروبي، وعلى راسها ست دول. مصر رقم ستة، بس قبلينا خمس دول كبار، قبلينا تركيا، قبلينا الهند، قبلينا جنوب افريقيا، قبلينا تشيلي في امريكا اللاتينيه، قبلينا الصين. الخمس دول يا شعبان بيحتلوا استيراد الاتحاد بيصدروا الاتحاد الاوروبي سلع زراعيه رو ماتيريال مش مصنعه ب 38 مليار يورو. ركز في الرقم كويس، يعني الخمس دول ب 38 مليار يورو. الاوروبيين بيقولوا النهارده الشريك التجاري لينا الاقوى بعد تداعيات فيروس كورونا في الصين وفي الهند، دولتين كبار. الشريك الكبير لينا ايجيبت، مصر. يقدر يحل فجوه كبيره جدا في ثلاث ملفات كبار. الثلاث ملفات كبار، احنا رقم واحد في الموالح للعام الثاني على التوالي السنه دي. طبعا. نعرف نتخطى الشعبان 1,500,000 طن. السنه دي مصر تتخطاه. بالسعر اللي مصر تطلبه، بس يكون اورجانيك، ما يكونش جلوبال جاز. الثاني ملف كبير، احنا صدرنا اتحاد اوروبي السنه فاتت ما يقرب من 630 الف طن. السنه دي احنا ممكن نصدر 1,000,000 طن للاوروبيين مش جلوبال جاز. الثالث ملف كبير، نباتات طبيه وعطريه. ليك رقم تعرفه صادم بالنسبه لي النهارده بتشوفه، الالمان كانوا بيستوردوا كمون بس، كمون بس مش حاجه ثانيه، كمون من الهند ب 2.8 مليار يورو. احنا كمان معانا ماتيريال، يعني معانا مصورين في الغربيه للكمون كمان. الكمون قدام حضرتك ده شعبان. الكمون قدام حضرتك ده بيتصدر لاوروبا. اوروبا بتستورد 2.8 مليار يورو من الهند. واحنا مصر مش عارفين نصدر لاوروبا اخرنا 130 طن، تخيل. انا بس عايز اوريك ادي البوتنشال عند مصر في الزراعه في عز ازمه كورونا. خد بالك الشعبان، انت راجل صعيد زي حالاتي وفلاح، وشفت المزارعين ما هاجروش ارضهم في كورونا. طبعا المزارعين بيروحوا ارضهم. الاورجانيك اللي قدامك ده اورجانيك كيومن، ده كمون قدامك اورجانيك، اللي متصور قدامك ده بتحاليل. ايوه احنا مصورين تقرير كامل من الغربيه في الكمون، استاذ حسن هناك يعني، ان شاء الله نعرض التقرير. الكمون يا شعبان، طن الكمون في المانيا بيتباع ب 146,000 جنيه. طن كمون يعني كيلو 146 جنيه مصري. سعره النهارده 25,000 جنيه. طب احنا ليه ما ناخدش خطوه يا دكتور في هذا الاتجاه؟ يعني احنا ليه واقفين في مكاننا؟ احنا كشركه يا شعبان، انا دايما بمد ايدي العون من اول صغار المزارعين لكبار المزارعين. احنا عايزين يا استاذ شعبان
انا بعتبر الزراعه في مصر دي امن قومي، دي كانها قناه السويس الثانيه في مصر. الدوله بتبذل مجهود حشيشه جدا. انا عجبني امبارح الرئيس السيسي وهو بيكلم وزير ري ووزير الزراعه في موضوع التنميه الزراعيه في سيناء. انا اشوف ان سيناء لو بدينا فيها زراعات اورجانيك احنا نقدر نعمل سياحه زراعيه في سيناء، نقدر نجيب في سيناء ناس يستثمروا في الزراعه في مصر. بس بالمواصفات اللي حضرتك عارضها على التلفزيون ده كله قدام ده اورجانيك مش جلوبال جاب. يعني انا بنصح المستثمرين بدل ما تزرع جلوبال جاب والاوروبيين بيتحكموا فينا، لا ازرع اورجانيك في السوق الاوروبي بقوه. انا عامل دراسه والشعبان مليون فدان في مصر 36 مليار جنيه دخل الدوله. يعني 2.4 مليار دولار مليون فدان. طب يا دكتور، يعني في ظل ان في قانون الزراعه العضويه دلوقتي شغالين فيه، يعني هل ممكن احنا نتحرك خطوه خلال الفتره اللي جايه في يعني زياده الصادرات الزراعيه بالمزارعه بالزراعه العضويه او زياده المساحات اللي احنا نزرعها بالزراعه العضويه؟ القانون ده ادى اهميه لمصر او بوتنشال في مصر ان سياسه الدوله مهتمه بالزراعه العضويه. بس ليك تعرف يا استاذ شعبان ان احنا لما كناش خدنا القانون ده واعتمدناه في يناير من مجلس النواب وكان على عجل، ده كان ما كانش يمكن نصدر اي طن صادرات زراعيه لاوروبا. خد بالك يعني الاوروبيين كانوا شرطين ايه؟ لو مصر جت يناير 2020 ولم يعتمد فيها قانون زراعه اورجانيك مش هياخدوا من مصر حبايه فاصوليا، حبايه بطاطسايه، ثمره بصل. يعني احنا مجبرين على القانون نطبقه. انا بناشد احنا يعني احنا اصدرنا القانون بالاجبار. المحاسب سيد قصير بقول له يا فندم اعمل لائحه تنفيذيه للزراعه العضويه في مصر تناسب ال 9 مليون فدان. احنا متقسمين يا استاذ شعبان 6.2 مليون فدان ارض صحراويه و3.8 ارض دلتا. لازم انت بتعمل القانون زراعه عضويه في مصر، دي لها طبيعه ودي لها طبيعه، دي لها فرصه تحول ولها فرصه تحول، معاملات زراعيه هنا ومعاملات زراعيه هنا، بحيث ان لما تيجي تعمل اورجانيك الفلاح اللي هو ما اتعلمش خالص بما انه قاضي من التعليم يمشي يعني ايه اورجانيك، والمستثمر الكبير ابو 1000 و2000 فدان يمشي زي اورجانيك. القصه دي يا استاذ شعبان ال 9 مليون فدان لو احنا عملنا حاجه اسمها اورجانيك موفمنت، عملنا تحول الزراعه العضويه، اولا وفرت محبس سرطان اللي عندي كل يوم انا بنباهى بيه. احنا بنباهى عندنا اكبر مستشفى علاج السرطان في العالم، ده قفلنا المحبس ده الاول. الثانيه دخلت عمله صعبه البلدي لمصر، تخيل حضرتك الصادرات الاوروبيين بيقولوا مصر تقدر تسد فجوه الصين والهند في الصادرات الزراعيه. رقم ضخم جدا. انا هدي حضرتك مثال بسيط خالص، تخيل ان مصر دخلت على 2 مليون طن موالح ودخلنا على مليون طن بصل ودخلنا ما يقرب من حوالي مليون ونص طن بطاطس. العائد الكلام ده كله يا شعبان اراوند 4 مليار دولار لصالح الزراعه المصريه، نميت الزراعه كلها وتحركت. ده في ظل احنا كمان كل القطاعات الثانيه يا دكتور كمان متوقفه، يعني احنا بنواجه كمان ازمه مع في ظل الفيروس ده ان كل القطاعات الاخرى بخلاف قطاع الزراعه متوقفه عن العمل تقريبا. ايوه طبعا. انا من خلال قناتك المهمه دي، من خلال برنامجك وانت اعلامي وصحفي محترم، ربنا يخليك يا دكتور. انا هقدم لك مشروع يا استاذ شعبان، انا مقدمه هديه لوزير الزراعه. المشروع ده ان احنا عندنا نزرع 3.2 مليون فدان برسيم. الثروه الحيوانيه عندنا في مصر النهارده اراوند 8 9 مليون راس. انا مقدم مشروع لمعالي الوزير بقول له يا فندم 3 مليون فدان برسيم يكفوا 40 مليون راس، وعندنا مساعد وزير اسمه مهندس مصطفى الصياد هو مخصص بالانتاج الحيواني. انا بقول لك اهو على الهواء مباشر، هو سمع من هنا وطن ودن وطين ودن من عجين. واسمح لي اقول لك الكلام ده على الهواء. يعني طب لا طبعا لا طبعا، يعني احنا نتمنى من المهندس مصطفى الصياد، ويعني الرئيس مكلف ومشدد اول يوم حصل فيه تغيير وزاري من كام شهر بالقطاع الزراعي وبالثروه الحيوانيه وبمزارع وزاره الزراعه. يا استاذ شعبان لو مصر ما حددتش ملف الاعلاف خليك فاكر الكلام ده، وهنراجعه تاني في شهر 7 و8 اللي جاي. اقسم بالله لو مصر ما حددتش مشكله اعلاف في الثلاث شهور الجايين كيلو اللحوم البلديه يعدي 200 جنيه. خليك فاكر الكلام ده كويس، احسبه على مسؤوليتي انا اهو وانا بكلمك في نص ابريل. طب احنا يا دكتور احنا بنشكر حضرتك، ويا ريت ان شاء الله يعني المعلومه دي الخاصه ب 200 جنيه احنا يعني عاوزين نتكلم فيها اكتر خلال الحلقه حضرتك تشرفنا فيها باذن الله يا دكتور. انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه بجامعه المنوفيه، شكرا جزيلا لحضرتك. هو يعني الدكتور محمد اتكلم باستفاضه في الكثير من الموضوعات. تمام. احنا اخر سؤال مع حضرتك هو ازاي او ايه اهميه الزراعه العضويه في دعم
الصادرات المصرية باعتبار حضرتك أصلا اشتغلت في التصدير قبل كده. تمام. أنا كنت بتكلم إحنا اللي إحنا شغالين فيه دلوقتي جلوبال جاب والأيزو، فما بالك لو أورجانيك. يعني طبعا هتزيد ال الكواليتي والمنتج. اه طبعا اوروبا كلها مهتمه بالزراعه. بالزراعه الحيويه الاورجانيك، واحنا بفضل الله المنتج الحيوي عندنا والاورجانيك تكلفته تكاد تنافس الكيماوي ويمكن اقل في بعض الاوقات. فتقدر تسيطر على اسواق كبيره جدا يعني، خاصه في الاتحاد الاوروبي. وهم الحمد لله الفتره اللي فاتت ديت في تواصل، في اتصالات بيننا وبينهم دلوقتي على المنتجات بتاعتنا، والحمد لله جايبه مردود كويس جدا ومردود هايل جدا. بالنسبه لانتشاركم انتوا كشركه، انتشاركم ايه في السوق؟ يعني مدى قبول المزارعين لفكره الاورجانيك في الزراعه او السماد الحيوي؟ هو طبعا اغلب المزارعين، ما الناس في ناس بسيطه ما يعرفش يعني ايه اورجانيك. هو عاوز منتج وفير. انت بتجيب قد ايه؟ هتديني قد ايه؟ وتكلفته قد ايه؟ عالجنا الموضوع ده. يعني حتى المزارع يعني البسيط التكلفه بالنسبه لكم انتوا طبعا اقل، توصل للنص، من 50 ل 60% 70% اقصى حاجه. يعني ما بنوصلش لتكلفه الكيماوي اصلا كمان. ما بنوصلهاش. فاما المزارع يشوف انتاج كويس وهو حتى ما بياكل حاجه بيقول لك ده الحاجه دي بتاعت زمان. يعني شايف المنتج، حاسس اللي هو المنتج اللي هو بتاع 20 30 سنه. احنا كنا والله صح بالفعل، كنا مع حد في المنوفيه والراجل عنده 70 سنه، انا معلش مش متذكر اسمه، قال زمان احنا كنا بناكل الاكل ده. بنصور في فاصوليا تقريبا او يعني بسرعة. انت الحاجه عندنا، المنتج عندنا ما تاخدش الحاجه تغسلها في البيت عشان فيها مثلا متبقيات، فيها لا باشا بتاكل سموم. الحمد لله كل حاجه كلها اورجانيك طبيعي 100%. ان شاء الله احنا نيجي في الزيارات الثانيه لمواقع ثانيه وحقول ثانيه ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا دكتور هشام صلاح، المدير التجاري بشركه جرين رويال جرين تكنولوجي. شكرا جزيلا لحضرتك. الله يخليك، شكرا وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معنا الاستاذ عادل زيدان رئيس مجلس اداره مجموعه افرولاند، شركات افرولاند، وكمان رئيس جمعيه مزارعي المليون ونص مليون فدان، شباب المزارعين المليون ونص فدان. انتظرونا.